يوصلوا الفيلا النهارده طقم حراسه كامل ويكون مسلح لو سمحت. فيلا مراد الجرحي، انت عارف يا فت. ليه بكره؟ ليه؟ طيب يا ريت الكلام ده يحصل من بدري لو سمحت. متشكر جدا، مع السلامه. خلاص، من بكره الصبح اكبر شركه امن في مصر هتبعت لنا حراس مسلحين يحرسوا الفيلا. بكره؟ اه بكره يا مختار، راشد مش هيستنى لبكره. راشد مين بس اللي انت خايفه منه ده؟ راشد قتل القتله، راشد اللي حرق قلبي واتجوزني وهو قاتل الحسن، راشد اللي ما بكرهش بني ادم في الدنيا زي ما بكرهه. طب عادي عادي، اهدي بس اهدي. دلوقتي انت بتتكلمي عن شخصيه تانية خالص، عسليه البنت الغلبانه الفقيره اللي ما فيش في ايديها حيله دي انتهت خلاص، ما عادش في منها. اللي موجود دلوقتي داليا نور، اغنى ست في مصر. يا ريت نفهم الفرق ونتعامل على اساسه. تعال فاهم، ازقك في ميه؟ يا ريت. صدقت هربت منكم، عايز تقتلني. عسلية، انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركم. شر مين؟ ابنك. راشد وفتون فين يا عسلية؟ انت هتبسل يا علي، ما انت عارف ان انا اتفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ انا ما اعرفش اي حاجة عنكم. من يوم ما دخلت السجن لا اعرف عنك حاجة، ولا فتون ولا راشد هما فين يا عسلية؟ فين؟ امال انت جيت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ بعتوك ليه يا علي؟ عشان تقتلني؟ مش هما. امال مين؟ مين يا علي اللي بعتك هنا؟ انت بقيت قتال قتلة؟ ما ترد. جيت هنا عايز اقتل واحدة اسمها داليا. مين داليا دي يا عسلية؟ مين ده اللي عايز يقتل داليا؟ أنا. أنت بقيت قتال قتلة؟ عادي كده؟ مين اللي بعتك تقتلها؟ بس دي أختك. أيوة بقيت قتال قتلة. بعتني واحد اسمه سامح. فتون راشد فين يا عسلية؟ مراتي فين؟ عسلية مراتي فين؟ فتون فين يا عسلية؟ راشد وفتون فين يا عسلية؟ Thank you.
بطايقه. مين عادل ده؟ ما هو راشد مسمي نفسه عادل. علي لو سمحت قول لهم بقى يبعدوا عن حياتي، ولو عايزين اي فلوس مليون اتنين عشرة انا هديهم، يبعدوا عني. ايوه مختار. ايه مالك في ايه؟ علي، علي كان عايز يقتل، كان هيذبحني وانا نايمه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ علي مين؟ يقتلك؟ علي جوز فاتون اختي اللي كان في السجن، سامح بعته عشان يقتلني. سامح؟ عليز هو سامح يعرف علي منين؟ انا ما اعرفش اللي وصل علي لسامح ابن مراد. الناس دي مش هتسيبني في حالي يا مختار. انا عارفه انهم مش هيسيبوني في حالي انا وابني. أنا مرعوبة. طيب هو عندك؟ لا عندي إيه بس؟ ما مشيش غير ما اديته بطاقة فاتون وراشد. طيب أنا بغير هدومي أهو ومسافة السكة وهكون عندك. خليكي مع شاهين وخلي فردوس جنبكم. في واحد اسمه الصاوي، الراجل ده في طريق الصف، هديك رقمه تكلمه وتروح له وتتفق معاه على 10 رجاله بأي تمن يا عطف، بأي تمن. أوامر. جرى إيه يا راشد؟ إيه؟ أنت اتخبطت في دماغك؟ الرجاله دول هتعمل بيهم إيه؟ واخطف؟ إيه؟ تخطف مين؟ يا نسبتي السوداء، هو أنت فاكر عسلية دي هي عسلية بتاعت زمان؟ لا يا أخويا أصحى، دي بقت هان وشركات، دي ساكنة عند الناس الكبارات قوي. انت اتجننت؟ ما تتجننش يا راشد، ما تتجننش وتضيعنا. كلام ده صح، اديني يومين اشمشملك وافهم اللي حواليها. كرايه يا جدعان في ايه؟ وانا جابها ورا في وشها؟ ده انا هقعد اتكلم معاها. يا عم هي عبرتنا لما رحنا لها الشركة دي ولا بصت في وشنا؟ عشان كنا في الشركة وحوالينا ناس وهلمة، انما لما اجيبها هنا ونقعد لوحدينا وافهمها ان انا بحبها واقول لها ان انا مسامحها على غلطه جوازها تقوم هي كمان مسامحاني على غلطه الحسن، مش كده ولا ايه يا فتون؟ غلطه قصاد غلطه. هي ايه حكايه الحسن ده؟ انا معرفهاش. الباشا بيتكلم. حوار كده حكايات بعدين. الو، عايزك يا فتون. ايوه يا فخامه، عايزك يا فتون دلوقتي. والنبي كان على عيني، بس لا مؤاخذة يعني اصلا انا ورشد في موضوع كده ومشكلة ومش هقدر امشي. انا قاعد بشرب وفاضل في الازازة شوية صغيرين، على ما اخلصهم تكوني هنا. طيب يا اخوي. حاضر بالسلامة انت. مع السلامة. في ايه؟ سكران وبيزعق وعايزني اروح. تروحي فين يا ولية؟ انا مش قلنا بقى نبطل الشغل القرف ده، استقبلتي؟ بقول لك ايه؟ ما اقدرش اقول لا يا اخوي. ده عارف اولنا واخرنا واحنا فين وبنعمل ايه وهنعمل ايه. يوه جرى ايه يا راشد؟ في ايه؟ ده هي ساعه الزمن يا اخويا، هروح وارجع، وبعدين ما انا قايله لك على كل حاجه، انت هتستهبل. شوفي عشر رجاله باي سعر ما تفصلش معايا. اوامر. انت مصدقه ان اللي حصل ده ممكن يكون صدفه؟ والله انا بقيت بصدق اي حاجه. علي ما كانش جاي يقتل عسليه، علي كان جاي يقتل داليا. عارف يعني ايه داليا؟ ده انا كان بيني وبين الموت ثانيه،
سامع وهان يعمل كده؟ غريبة. علي قال لي إن هما دفعوا له فلوس كتير قوي عشان يقتلني. هيستفيدوا إيه بس لما يخلصوا منك يعني؟ الشركة خلاص مش هتبقى بتاعتهم. عشان ينتقموا مني. ده كفاية ليهم. أنا مش عارفة ليه سبت شاهين لوحده جوه. هقوم أجيبه يقعد بينا هنا. ليه بس كده خليه؟ أنت مش سايباه مع فردوس؟ خايفة من إيه؟ لا ولو أنا بقيت بخاف. كلها ساعتين تلاتة والأمن هيجي ومش هيبقى فيه أي حاجة تخافي منها. طب خلي جنبي مختار لغاية النور ما يطلع. حاضر. عملك قهوة؟ أشرب وأصحصح شوية. ماشي. يا رب. مقدم صبحي سيف، مكتب مكافحة المخدرات، انت البواب؟ لا انا السنكورتي اللي هنا، انا اللي بسكنهم واخدمهم واشوف طلباتهم وحلل الرزق. عادل فكر شحاتة ساكن هنا؟ ايوه يا باشا، في الدور الارض ده. مين ساكن معاه؟ مراته الست فتون. مراته؟ ايوه مراته. ساكنين هنا بقالهم قد ايه؟ تقريبا حوالي 3 سنين. هو عادل باشا ده ليه في المخدرات يا باشا مش كده؟ احنا لسه بنتحرى عنه. والله انا كنت شاكك فيه، والست فتون بتاعته دي ست مش مظبوطة. مش مظبوطة ازاي؟ كانت مرافقة عايل في الشقة ديك اسمه نايل كده عايش مع ابوه لوحده، وتقريبا عادل بيه جوزها ده عارف ومطنش، بيبعتوه بره البحر في اي وقت ويجيبوه في اي وقت، وبقت حاجة مليطة. ده غير الكلام اللي انا بسمعه. اعدام، سجن، قواضي. انت متاكد انهم متجوزين؟ ايوه باشا، لما جم يمضوا عقد الشقه مع صاحب العماره انا كنت موجود، وطلعوا عقد جوازهم وانا شفته بعينيا، كان عقد جواز عرفي. انت اسمك ايه؟ سيد يا باشا. روح من هنا يا سيد. حاضر حاضر يا باشا. عارفة تنامي؟ لا. ليه كده؟ خايفة من ساعة ما شفت علي، وانا افتكرت الايام السودة، ايام ما كنت بخاف. ممكن ما تخافيش وانا جنبك؟ مخافش ايه مختار؟ دول دخلوا بيتي النهارده علي، يا ترى بكره هيكون مين؟ ربنا يستر. خلاص بقيت حاسه ان محدش يقدر يحميني، ده انا بقيت بخاف من الناس كلها، حتى انت مختار بقيت حاسه اني بخاف منك. تخافي مني انا؟ ليه؟ انت بقيت تعرف كل حاجه عني، كل مره بتطلب مني انك تبقى جنبي وانا مش عارفه اعمل ده. خايفة لا يجي يوم انت كمان تنتقم مني. خلاص انا اخرج انام بره لغايه لما الامن يجي. معلش يا مختار انا اسفه، انا عارفه ان انا بقول اي كلام، انت
تزعلش مني بليز. ولا يهمك. ليش افتوما هو العيان اصلها دول العيان دول ليش افتوما انت سبت وقتي اصلك عن الشغلات اللي انت فيها راح ساعة وجاية مش تأخر عنده بقالك 7 ساعات يا فتون ماشي ماشي ذكر ذكر يا ابن عمي ذكر ايه يا علي عبد الله السلام يا علي عبد الله السلام عرفت مكان ده منين اللي يسأل ما يتوهش الفتون فين يا راشد فتون بجيب حاجات للبيت وزمانها جاية عبد الله السلام يا علي البيت حلو تغيرت يا ابن عمي تغيرت اخترينا وفتوهم ما معنا ملايين يا علي ملايين عملتوا ايه تاني بعتوني بعتني يا راشد يا الكلام عليك ايه يا عم يا الكلام يا